السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم كل خير. معكم محمد بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم بإذن الله تعالى راح نقدم لكم مشروع بروج دريم بارك. طبعا هي إحدى مشاريع شركة بروج للاستثمار والتطوير العقاري. حاليا المشروع قائم قيد الإنشاء. راح أتكلم بشكل عام عن المشروع وراح نوريكم بإذن الله تعالى شقة نموذج فيها، عبارة عن 3 غرف صالة، ونشرح لكم الخدمات اللي موجودة فيها بشكل عام. طبعا أول شيء راح نبتدي بالأرض. أرض المشروع تقريبا 6875 متر مربع. راح تكون فيها 3 أبراج، كل برج راح يتكون من 10 طوابق، كل طابق راح يصير طبعا تختلف من برج لبرج. البرج سي راح يكون فيها 3 شقق في الدور، وعندنا البلوك اللي هو البرج بي راح تكون فيها 4 شقق. طبعا البلوك سي 3 شقق جميعها عبارة عن 3 غرف وصالة، والبلوك بي الشقق اللي فيها الواجهات الأمامية راح تكون 3 غرف وصالة شقتين، والجهة الخلفية أيضا شقتين اللي هي غرفة وصالة. إجمالي عدد الشقق عندنا 100 شقة في المجمع، 80 منها 3 غرف وصالة مساحة 170 متر، و20 منها غرفة وصالة مساحة 85 متر مربع. طبعا حاليا أنا واقف عند البرج سي، مثل ما تشاهدون خلفي اللي هو مشروع بروج ريزيدنس. طبعا هذا كان المشروع الأسبق شركة بروج للتطوير العقاري، انتهينا منها والحمد لله سلمناها. حاليا فيها إدارة تديرها شركة رحال للسياحة اللي هي تابعة لشركة بروج، وفيها نظام الاستثمار الفندقي. العوائد جيدة جدا، عوائد مناسبة الحمد لله. من 2019 نشغل المشروع وعوائدها إلى الآن ممتازة جدا. طبعا مشروعنا القادم أو المشروع الجديد اللي هو مشروع بروج دريم بارك اللي راح أشرح لكم إياه اليوم، أيضا تكون نفس الفكرة. للي حاب طبعا يستثمر يقدر يستثمرها كشقق فندقية، واللي حاب يسكن فيها مثلا طول الوقت يقدر يسكن فيها بحيث ما يزعج أحد. طبعا المشروع حاليا أنجزنا تقريبا 60% من المشروع، بإذن الله تعالى راح يكون التسليم بعد 18 شهر من الآن تقريبا. خلوكم معايا نشوف المشروع بالتفصيل ونشرح لكم الخدمات اللي موجودة فيها. طبعا الخدمات اللي تكون موجودة في المجمع، عندنا مواقف سيارات مكشوفة، وايضا عندنا مواقف سيارات مغلقه بحيث انها تسع ل 100 سياره اللي هي على عدد الشقق. بالاضافه انه راح يكون عندنا مسجد باذن الله تعالى داخل المجمع، وايضا راح تكون في حراسه امنيه، كاميرات مراقبه، وايضا مساحات خضراء، بالاضافه الى العاب اطفال وجلسات عائليه تكون موجوده داخل المجمع. بالنسبه لموقع المشروع، نبعد فقط 300 متر عن ساحل البحر وعن مرسى اليخوت اللي هي في منطقة يمرة. بالإضافة أنه عندنا جواهر مول قريبة جدا من الموقع بحيث تبعد عنا تقريبا 3 إلى 4 كيلومتر، وأيضا عندنا المطار على بعد تقريبا 10 كيلو، وأيضا عندنا مركز المدينة اللي هو ميدان طرابزون على بعد تقريبا 15 كيلو. الموقع مميز جدا وقريب من الشارع الرئيسي، والوصول إلى المشروع سهل جدا، والمنطقة اللي حوالينا مخدومة بالكامل من حيث الماركت، المطاعم، الكافيهات، وأيضا المول والفنادق العالمية اللي موجودة في منطقة يمرة. وما ننسى أنه الشقق عندنا فيها واجهات أمامية، مطلات على البحر، إطلالات جميلة، بالإضافة أنه عندنا شقق خلفية أيضا لها إطلالات على الوادي ولها إطلالات على الطبيعة. وأهم ميزة طبعا موجودة عندنا في المجمع أنه حاليا عندنا عروض بالأقساط على سعر الكاش. طبعا أقساط لمدة 18 شهر، حيث انها تكون دفعة اولى 50% والباقي يتم تقسيطها على 18 شهر اللي هي مدة الاستلام، والسعر يكون على التقسيط، يكون على سعر الكاش. تعالوا الان نتوجه نشوف شقة 3 غرف صالة كنموذج. طبعا وصلنا الان لاحدى الشقق النموذج، راح نصورها لكم بالتفصيل. مساحتها 170 متر مربع. طبعا جميع الشقق اللي متوفره النمط 3 غرف صاله بنفس الحجم، حجمها 170 متر مربع. طبعا كل عماره او كل بلوك فيها مصعدين تخدم البنايه بالكامل. طبعا اول ما ندخل عندنا هذا المدخل، المنطقه هذه ممكن تخصصوها للدولاب، دولاب المدخل، مساحه جيده
ومنها نقدر نطلع للصالة. شوفوا معايا الصالة مساحتها تقريبا 30 أو 35 متر مربع تقريبا، فيها واجهة أمامية راح تكون جام بالكامل، حيث أنها تكون فيها إطلالة كاملة على اللي هي مرسى اليخوت وعلى البحر، إطلالة كاملة مثل ما تشوفوا معاي. طبعا الشارع هذا اللي تشوفوه في الفيديو هو الشارع أو خط الساحل الرئيسي اللي يخدم طرابزون. شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله مساحة جيدة وكبيرة ما شاء الله تبارك الله. هنا الصالة بالنسبة اللي هي شقة 3 غرف وصالة. طبعا منها نطلع البلكونة، بلكونة أيضا ما شاء الله تبارك الله بحجم غرفة. طبعا راح يكون فيها ارتفاع لسه للدرابزين، وشوفوا الإطلالة معايا ما شاء الله تبارك الله، إطلالة البحر. نقدر نشوف مشروع بروج ريزيدنس، هذا المشروع السابق شركة بروج للتطوير العقاري، وأيضا إطلالة البحر. وما ننسى أنه عندنا إطلالة جميلة أيضا من ناحية الخلفية إلى الطبيعة. هذه البلكونة مثل ما شفتوا معايا، وأيضا هنا عندنا إطلالة الطبيعة. طبعا عندنا وادي على يمين المجمع، ومنها راح نروح للمطبخ. طبعا دواليب المطبخ راح تكون جاهزة، الجامات كلها راح تكون جاهزة، الشقة راح يكون اللي هو نظام تسليم مفتاح بحيث انها تكون جاهزة بالكامل، دواليب المطبخ ايضا تكون راكبة جاهزة. منها نرجع ثاني مرة للموزع. طبعا هاي المنطقة الموزعة، على يميننا عندنا الغرفة رقم 1 نقدر نشوفها معاكم، تفضلوا معنا. هذه الغرفة مساحة جيدة بحيث انه يكفي فيها تقريبا سريرين بالاضافة الى دولاب وكوميدينة مثلا وسط السريرين. طيب نتوجه هنا، عندنا راح تكون دورة المياه الاولى اللي هو النظام نسميه الافرنجي، مش الارضي، النظام الافرنجي. وعندنا هنا الغرفة رقم 2 ايضا مساحة جيدة نقدر نحط فيها سريرين بالاضافة الى كوميدينة بالاضافة الى دولاب وفيها شباك حيث تاخذ اضاءة جيدة. وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية بمساحة جيدة، يكون فيها المغسلة والكلوزيت بالاضافة الى المروش. وهنا عندنا غرفة النوم الرئيسية. طبعا الاضافة في هذا المشروع انه غرفة النوم الرئيسية راح تكون فيها دريسنج روم مساحة جيدة، تقدروا تشوفوها معايا هذه المساحة، ممكن تقدروا تفصلوا فيها دولاب بالكامل بحيث انها تصير دريسنج روم. وايضا راح تكون فيها دورة مياه ايضا متكاملة، فيها المروش وفيها ايضا المغسلة وفيها الكلوزيت تخدم غرفة النوم الرئيسية. وهذه المساحة الجيدة ممكن هنا يكون في سرير بالاضافة الى كوميدينتين، وايضا عندنا بلكونة تابعة لغرفة النوم الرئيسية ايضا مساحتها جيدة ما شاء الله تبارك الله، تقريبا 2 متر في 2.5 متر او في 3 امتار تقريبا، وماخذة اطلالة جيدة ايضا. طبعا هذه كانت احدى الشقق النموذجية لمساحة 170 متر مربع، شقة عبارة عن 3 غرف وصالة في مشروع بروج دريم بارك في منطقة يمرة. في نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، ولا تترددوا بالتواصل معنا دائما للحصول على معلومات كاملة. الأسعار والتفاصيل تجدونها دائما في صندوق الوصف. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.